السلام عليكم يا شباب، الشعيرة هو تنشف في الأرض. كل سنة وحضراتكم بخير. احنا في الربيع الأيام دي يا جماعة بينشط سمك الراي، ودي أجمل أيام ممكن تصطاد فيها سمكة الراي أو اللاي. أنا الفيديو ده كان قديم بصراحة، وأنا مش عارف نعمل لكم فيديو جديد، فأعدت المونتاج بتاعه، ونتمنى أن الفيديو يعجبكم، وإن شاء الله هتلاقوا فيه معلومات قيمة جدا. وهنتكلم عن عجينة، العجينة دي فعلا يا جماعة فعالة وسحرية وعشرة على عشرة. تحياتي ليكم، كل سنة حضراتكم بخير. أنا النهاردة إن شاء الله 28 رمضان، الفيديو ده إن شاء الله هينزل لكم تقريبا يوم الوقفة أو عقبال ما المونتاج بتاعه يخلص. المهم أنتوا عايشين معايا في الوقت. السلام عليكم. السمك اللي أنا هنروح بيه الرايس جامب أهو يا شباب، الحمد لله وبفضل الله أول فيديو على اليوتيوب يعمل طريقة العجينة دي ويصطاد يوم كامل راي. هناكله راي مظبوط يعني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا؟ الله يسعد مساكم اذا كان عندكم مسا، ويسعد صباحكم اذا كان عندكم صباح. العجينه دي مناسبه لاسماك المالح اللي هي زي الشرغوشه، زي البطاطا، والله ساعات والله اخذنا عليها دنيس كمان بالعجينه دي، وللبولتي بجميع انواعه والراي كمان. المكونات اللي احنا محتاجينها بسيطة خالص. بص يا جماعة، ده عيش. العيش ده انا مختاره ناشف. مختاره ناشف ليه؟ عشان بيبقى سهل عليا في العجينة. انا ده يا جماعة علف. احنا بناخده العلف ده ليه؟ لان هو عليه مكونات فيها زفارة، على ما نسمع يعني ان هو بيتكون بيفرموا له مصران فراخ واسماك والكلام من ده، فعشان كده انا بنستهلكه. بنجيب شوية العلف دول وبنرشهم كده يا جماعة على العيش ده، ما بنكترش يعني. بنجيب شوية زيت صغيرين زي دول كده، كفاية كده يعني معلقتين ثلاثة زيت. ومنجيب الايه؟ المية. بنفضي المية بتاعتي دي كده، وبنفضل ناجي. طبعا لو المية مش مكفياني بنبدأ ايه؟ نزود مية. بس يا جماعة العجينة ايه يعني طرية معاه شوية، هنيجي نزود ايه رشة علف كده بسيطة ونعجن برضه. بص اخوانا، دي العجينة بتاعتنا ايه بعد ما جهزناها. هنبدأ نزفر، ودي الماء ان شاء الله اللي هنشتغلوا عليها. تمام، هنبدأ نعمل ايه كور صغيرة كده، وهنرميها ايه، هنرميها بطريقة مربع يعني، مثلا حتة كده كمان كده كمان كده كده. احنا رمينا ثلاثة على الايه على الجنب الشمال، هنرمي قدام مننا بالظبط لجوه. نرمي على الجنب اليمين يعني كور كده كده يا شباب، والافضل ان هي تكون كور عشان ما ايه تبقى تزفر في مكانها يعني لما تيجي الكوره تحل. بص يا اخوانا، احنا كده وصلنا للايه للعده المستخدمه. ده اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه، ده هلب 8 وده صنار 7. الهلب يا جماعه العده دي تشتغل معايا مالح وتشتغل معايا عزم. الهلب ده حلو لسمك الرائي في العزم، وحلو للبطاطا في المالح. بالنسبه للي هو الصنار الاسمر اللي انتوا شايفينه ده الملوي، حلو معايا في البولتي وحلو معايا في الشراغيش. بتاعتنا اهي كده يا جماعه، احنا
نفس الطريقه دي. معلش بقى انا ايه بنصور لنفسي فايه العمليه صعبه معايا. تمام، بنغطي كده السنار كده وهنبدا بقى نتوكل على الله ربنا يسهل. العجينه يا جماعه اصطادت النمل، العجينه جنت النمل على اليمين وعلى الشمال. يعني انا فرفتله على اليمين وعلى الشمال عشان نعرف نقعد، مش هنعرف نقعد، فهنضطر نغير المكان ده باذن الله. الحمد لله على اي حال هنغير المكان يا شباب. امين امين يا نظلي، الراية اهو بالعجينه. امين الراية اهو بالعجينه صاحبي، ولسه ده اول استفتاء. معلش يا جماعه بس والله لو في وقت كنت متعتكم. تاني حته اهي بالراية يا جماعه، يا امين تاني حته راية اهي بالعجين. خليكم معانا ان شاء الله، لسه ان شاء الله راي كمان اهي، حته راي كمان يا شباب. الله كريم، الراية اهو يا جماعة، كمان حتة راية اهيت على البركة اهي. الحمد لله رب العالمين، يعني ما مخرفوش. كل ده على العجينة، العجينة اللي احنا عملناها دي. ربنا كريم برضو، لسه احنا قاعدين شوية، صحيح ليلت علينا بس عشان احنا اصلا جايين متأخر يعني، والله كريم بإذن الله. وادي كمان راي خشن اهو يا امين يا نظلي، بص على البركة يا امين، والله بالعجينة الطعم بتاعنا اهو في عجينة، والله بالعجينة احلى راية اهو يا شباب. الله يسعد مساكم يا رب، ولسه برضو مستمرين ان شاء الله وبإذن الله. وادي راي كمان بالعجينة، راي كمان بالعجينة اهو يا جماعة على البركة. طب احنا يا جماعة بقى احنا ايه كده، هنفتي ولا ايه؟ بص يا جماعة الراي اللي احنا واخدينه اهو، عشان بس ايه محدش يفكر ان هي ايه سمكة وعمالين يصوروا فيها. ها الشباب، الله كريم، وادي العجينة بتاعتنا هي اللي احنا لسه عاملينها، العجينة الحلوة بتاعتكم دي. يا جماعة حتة راية اهي كمان، بس عشان الأمانة بس احنا غيرنا العدة، غيرنا العدة، عملنا ايه، حطينا فلة عادية اهي. تمام، وعلى نفس السنار اللي انا وريته لكم بالنهار اهو، اللي هو الأسمر، السنار الأسمر اللي انا وريته لكم ايه، السنار الأسمر اللي انا وريته لكم بالنهار. تمام يا شباب، بس عشان الأمانة. وده راية اهوت كمان اهوت، الحمد لله رب العالمين، هيظهر لكم ان شاء الله وبإذن الله. ده بتاعتي اشتغلت بالسنار السبعة اللي هو الأسمر ده اللي انتوا شفتوه، والرمال بتاعه 25، يعني الأساسي 25 والرمال 25، ولسه برضو قاعدين مع بعض ان شاء الله. طبعا النمل طلع للمرة اللي فاتت وخاب وجرينا، فحبيت بس نذكركم بس. فانا كمان برضو جيت قعدت النهارده ما عرفتش. الحمد لله اهو شغالين اهو، برضو بنرجع نصبح تاني على قناه صيد السمك في المانيا، واخويا امين النظلي. امين يا نظلي، احنا برضو لسه قاعدين شويه، لو جات لنا حاجه كويسه جديده عن اللي احنا بنعمله دوت هنصورها ان شاء الله. لو فضلنا على اخر النمط يبقى ايه كده ان شاء الله رضا. الحمد لله رب العالمين، كملنا صينيه الراعي، السمك بتاعنا لحد الساعه اللي احنا فيها دي، ده الصيد ده يا جماعه صيد ساعتين ونص او ثلاث ساعات. دي الحصيله بتاعتنا اهيت على البركه، لحظه بفضل الله يا شباب، ده السمك اللي انا هنروح بيه كده. خلاص انا لميت عدتها اهي، العده من لموها اهيت، وده ان شاء الله السمك اللي ايه اللي هنروحه بيه.